درعا محاصرة، كانت الضمائن الروسية كاذبة، وهلأ إخواننا بدرعا محاصرة. هلأ النظام عم يستخدم نفس الأسلوب كمان، عم يطبق الحصار على باقي المدن وبيعمل نفس التهجير اللي عمله بالبداية. والله ما بعرف شيء، ملتين بالشغل والعمل. كانت مصالحة، وهلأ حصار عسكري غذائي من قبل النظام. في حصار، في حرب، يعني في احتمال يعني إني حد يقطم عليهم. مادة الثورة، بعدين سوت مصالحات مع النظام، وجيت عالم لهون وظلت الأكثرية يعني هني. ولا في حصار عليهم، النظام حشد عليها وفي حصار وهيك يعني، من ناحية النظام. ومن ناحية درعا اللي صار انهم بالاساس مرضوا يطلعوا، تمام، وقعدوا، هي النتيجة. والله وكيلك ما بنعرف شيء عن درعا ولا بنعرف شيء، ما بنعرف غير اخبار إدلب. ليش؟ يعني ما حدا فاضي يسأل عن اخبار برا، كله هون اخبار يعني، ما الوضع اللي يعني ما بقى حدا يسمح انه يشوف اوضاع برا. درعا مهد الثورة، والاحداث اللي جارية بدرعا حاليا هي متابعة للاحداث البدائية. انا برايي لازم ما توقف الثورة بنوب، خاصة باهل درعا، لتكون مثال لكل المحافظة. هي الثورة أم الثورة. هلا بوقت الحالي يعني صار لي مدي مشغول عن أحداثها، شغل مو أكثر. ما حيصير النظام عم يطلب سحب الأسلحة من الشباب الموجودين هنيك، من الثوار الموجودين من هنيك. في تضييق وحصار كبير على أخوتنا في درعا، الله هو يهون عليهم في كسرهم يا رب. وبنفس الوقت عم بطلبوا منهم إنه ياخذوا منهم السلاح بالقوة ويهجروهم باتجاه المناطق الشمالية.